المشاركه ديالنا كتكون هذا يوم الاحد في اطار نوع ما شراكه بين القطاع الخاص وتعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام. طبيعه الحال وزاره الصحه قايمه بواحد المبادره اللي كتهدف من خلالها تقليص مده المواعيد، وهذه المبادره جات في هذا السياق. هذه مبادره انا ولد الدار، يعني ولد مستشفى الغساني، مارست فيه مده طويله وقمنا بهذه المبادره من قبل، وكنظن هذه المبادره كتجي استمراريه للمبادرات السابقه، وفي نفس الوقت انسجاما مع التوجه العام ديال وزاره الصحه. وهذه مبادره كذلك ايجابيه على اساس ان نوع من الشراكه والتكامل بين القطاع الخاص والقطاع العام.